الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. وبعد، المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية ومعنى. يقول الله سبحانه وتعالى في حديثنا اليوم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية التي يغلط بعض الناس في فهمها ويؤولونها على غير وجهها، وقد وضح معناها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وفسرها تفسيرا وافيا حينما علم أن هناك من يستشهد بها على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بلغه أن بعض الناس تأول الآية بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إذن معنى هذه الآية باختصار أن الله عز وجل لما كلف المسلمين أن يدعوا إلى الخير ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ذكر لهم هنا أنهم إن لم يجدوا استجابة من المدعوين فليس عليهم إثم ولا حرج، فمسؤوليتهم تقتصر على دعوة الناس إلى الخير والهدى ونهيهم عن المنكر والفساد، ولا يتحملون نتيجة عدم الاستجابة، لأن المسلمين حينما لم يجدوا استجابة من الضالين لدعوتهم أصابهم غم وأسف، خشية أن يكون ذلك بسبب تقصيرهم في الدعوة. فأخبر الله عز وجل أنه ليس عليهم مسؤولية عدم اهتداء الضالين واستقامة المنحرفين، وأن مسؤوليتهم تقتصر فقط على بذل الجهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كلفه بالدعوة والبلاغ، فقال: لست عليهم بمسيطر، وقال: إن عليك إلا البلاغ. فهكذا المؤمن عليه أن يبذل الجهد في دعوة الآخرين للخير ونهيهم عن المنكر، فإذا فعل ذلك كما ينبغي فقد أخلى مسؤوليته أمام الله وأبعد نفسه عن عقوبة الله، فلن يضره ضلال الضالين ولا انحراف المنحرفين. وهذا هو معنى قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فليس في الآية إعفاء من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يظن البعض، وإنما فيها إعفاء للمؤمنين من تحمل نتيجة وأضرار عدم الاستجابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الفساد والطغيان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا تدبر كتابك الكريم، والحمد لله رب العالمين.